مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حديث الأخبار. من دلوقتي إن شاء الله ولمدة ساعتين على الهواء هنتكلم مع حضراتكم عن جولة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بها اليوم، ولكنها ليست جولة خارجية، هي جولة داخلية بامتياز. وأقول إنها جولة داخلية بامتياز لأنه الحقيقة إنه حالة الحب والقرب من الناس والقرب من المواطن والحديث في أمور كثيرة جدا كانت هي السمة الغالبة في هذه الجولة. الرئيس النهاردة الصبح بدأ بي منذ الصباح الباكر، يعني كان في قرية الأبعدية في محافظة البحيرة، وكان الحقيقة في فعاليات كثيرة جدا طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله خلال حلقة النهاردة من حديث الأخبار. بعدها انتقل إلى محافظة الإسكندرية للمؤتمر الوطني للشباب في جامعة برج العرب التكنولوجية. والحقيقة أنه في الجولتين كان في لقاءات مباشرة مع عدد كبير من المواطنين بيمثلوا فئات مختلفة من الشعب المصري، ودائما وأبدا الحديث من قلب المواطن أو من المواطن نفسه هو حديث كاشف، لأنه حديث بيعبر عن الطموحات، التحدي، وحتى القلق اللي ممكن يبقى موجود. وده قلق على فكرة مشروع جدا وطبيعي وبديهي جدا، ولكن اللفتة الجميلة والشيء الجميل إنه كان فيه ردود فورية وصريحة، وكما ذكرت بها قدر كبير من الحب والمكاشفة من رئيس الجمهورية لكل مواطن مصري في كل بقعة في وطننا الغالي. أهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الأخبار. أجرى الرئيس السيسي زيارة لقرية الأبعدية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة. وخلال الزيارة رحب أهالي قرية الأبعدية بالبحيرة بالرئيس السيسي في مشهد جماهيري حاشد. وخلال جولته بقرية الأبعدية بالبحيرة أدار الرئيس السيسي حوارا مع حشد من المواطنين، كما رحب بالشباب المتطوعين في حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. صباح الخير عليكم جميعا، وأنا سعيد جدا جدا وبحبكم جدا جدا. والله أنا كنت عايزكم تشوفوا الناس فرحانة قد إيه باللي أنتوا عملتوه. متشكر. بقول تاني كنت عايزكم كمان
اكيد انتوا قاعدين مع الناس وشايفين، متشكر جدا. طب خليني اقول الكلمتين دول بس لكم انتوا، لان بفضل الله سبحانه وتعالى وتطوعكم وتواجدكم مش هنا بس، في كل الشغل اللي بتعمل، وحتى اللي انا مش ما بشوفهمش، يعني الشباب والشابات اللي انا ما بشوفهمش بقول لهم متشكرين، مش باسمي انا بس، انتوا اللي منورين، انتوا اللي منورين، انتوا اللي منورين. بشكركم وبشكر كل شاب وشابه اشتغل هنا وانا ما شفتوش، مش باسمي بس، لا والله باسم كل مصر ومصريه في مصر بالكامل. اللي انتوا عملتوه هنا من التكاليف، انتم كل المتطوعين وزيكم، بيغير حياه الناس ويسعدها. وبالمناسبه يعني مفيش مقابل ابدا حد يقدر يديه لحد مقابل ان هو يسعده. ايوه طبعا، ايوه طبعا 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 طبعا. متشكر جدا، متشكر جدا. فبشكركم وكملوا كملوا. اللي بيتعمل ده في الريف بتاعنا، ده في الريف بتاعنا، ده في الاماكن اللي هي كانت صعبه، ده اللي كانت الناس محرومه من حاجات كتير. معانا بيكم ودعواتكم الطيبه، معانا بيكم ودعواتكم الطيبه. وانا هقول لكم وانا بحبكم جدا جدا جدا، متشكرين، شكرا جزيلا. ربنا يا رب سيبوه يتكلم، ما تسيبوش بالكم. يا خير جيش يحمي البلاد عشية وضحاها، يا مصر قومي فالكرامة زادنا، وجيوشنا وشبابنا كالأسود أراها، من شرق مصر لغربها وشمالها لجنوبها، الكل قام فداها، والله في القرآن خص اسمها، أن ادخلوها بسلام آمنين، سبحان من بالأمن خص عماد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. متشكرين، متشكرين جدا، متشكرين مرة تانية. عايزين نكمل، عايزين نكمل، عايزين نكمل. أيوة عايزين نكمل إن شاء الله. كريم. وتفقد الرئيس السيسي دار مسنين الأبعدية في المحافظة واطمأن على النزلاء بالدار. السلام عليكم، منورين الدنيا كلها. خلي حضرتك مستعد. أهلا بيك، أهلا بيك، أهلا بيك، اتفضل. أمير اتفضلوا استعد، اتفضلوا استعد. أمير إيه، إزيك يا حاجة؟ إزيك يا صحيح؟ خليكم مستريحين، خليكم دايما عاملين إيه؟ ويكرمكم ويخليكم لينا. ويخليكوا لينا، الله يخليك، انتوا منورين الدنيا واحنا عايشين ببركتكم. الله يخليك. اه والله ليه فرحانين جدا، مبسوطين هنا. معقول، معقول الحياه اللي هنا كل حاجه تمام؟ انا جاي عشان اطمن عليك. ازيك يا حاج؟ ازاي صحتك؟ دايما بخير وسلامه. طمنين عليك. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ليه علي
عايز نفسي ازور النبي. والله نفسنا ازور النبي. حاضر حاضر. ها او عمره يعني حته تبقى عمره او حته يعني ليه ينفع من الدنيا والله اصل مش بقى بتعمل حاجات ياما يعني قدام مني والله بتطلع حاجات من التلفزيون. انا بنحب نفسي والله يسلم عليك والله يا عم عايزين حاجة تانية؟ طب ما تنسوناش من دعوات الطيبة. نعم؟ ما تنسوناش من دعوات الطيبة. يا رب يا رب حاجة من دوك الصحة الله يديك ربنا يكرمك يا رب ديك الصحة للسما للأرض. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. سنة وأنتم طيبين. عايزين نزور النبي عليه الصلاة والسلام. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. والله ان شاء الله. أدار الرئيس السيسي حديثا مطولا مع المواطنين خلال زيارته لقرية الأبعدية بالبحيرة لافتتاح عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة، حيث أكد الرئيس السيسي أن حجم العمل الذي تم في مصر جاء بفضل تكاتف الشعب مع الدولة، مشددا على أن مصر تستطيع أن تتغلب على جميع التحديات التي تواجهها. وأوضح الرئيس السيسي أن تكلفة تنفيذ مبادرة حياة كريمة وصلت الآن إلى 350 مليارا في المرحلة الأولى، مضيفا أنه باستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة ستصل التكلفة إلى أكثر من تريليون جنيه. محدش يقدر يعمل حاجة لوحده، لا حكومة ولا رئيس ولا مؤسسات، لكن نقدر مع بعض، نقدر مع بعض دولة كلنا مع بعض شعب. وأنا قلت الكلام ده وافتكروا الكلام ده كويس، قلت إن إحنا يعني التحديات اللي موجودة جوا مصر كتير، وزي ما أنت شفتوا لما بدأنا في موضوع حياة كريمة إحنا الرقم اللي كنا لسه كنت بقول الكلام ده لإخواننا المزارعين لما قابلتهم، قلت لهم إحنا كنا بدين بمتين 250 مليار مش كده دكتور مصطفى، والموضوع وصل لتلتمية وخمسين مليار دلوقتي للمرحلة الأولى. فقلنا المرحلتين التانيين هيخشوا في يعني هيكملوا أكتر من تريليون جنيه، ألف مليار. كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية. طب إحنا في أزمة دلوقتي؟ بقالنا ثلاث سنين طبعا، بدأت بموضوع كورونا، وده طبعا كان ليه تأثير كبير جدا على العالم وعلينا، لكن المهم احنا ما وقفناش، احنا في مصر ما وقفناش. طب وجات الأزمة الروسية وكان ليها تأثير كبير علينا وعلى الاقتصاد العالمي؟ يمكن تكون بطئتنا شوي، يمكن تكون بطئتنا شوي، يمكن تكون غلت الأسعار، غلت وغلتها كتير. طبعا. بس انا عايز اقول لكم على حاجة، بس خلي بالكم برضو احنا في الثلاث سنين دول زدنا 6 مليون. دعا الرئيس السيسي المواطنين الى الاطمئنان والثقة في قدرة الدولة على ادارة جميع الملفات، مؤكدا ان الازمات الحالية التي يعاني منها العالم سوف تنتهي وان الاوضاع في طريقها للتحسن. فطمنوا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا مقام سيطرين على الأمور، اللهم أمين يا رب، الأمور ماشية. ولازم زي كل حاجة ما بتحصل في دنيا ربنا، في دنيا ربنا كل حاجة لها بداية وتنتهي، أي أزمة بفضل الله بتعدي. وأنا في يعني كنت منتبه قوي في مسيرة عمري على الأزمات اللي عدت علينا في مصر وشفتها انها كانت ساعات بعضها اقول معقول الحاجات دي هتخلص، وخلصت. فاللي احنا فيه ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم مع بعض يعني هنعدي من كل الازمات اللي موجوده.
وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي إسلام عفيفي. أهلا بك أستاذ إسلام. أهلا بحضرتك يا دكتورة منى. يعني أنا كنت بقول في أول الحلقة يا أستاذ إسلام أنه دايما لما بتبقى الصورة بتعبر عن المواطن وبتكون جاية الصورة حقيقية وعلى الأرض من قلب المواطن، بعتقد أن هي بتكون الأصدق في التعبير. النهاردة الحقيقة كان في حفاوة من الجهتين، من جهة القيادة السياسية تجاه المواطن والحديث بكل صراحة وشفافية ومكاشفة في أمور كثيرة جدا، وحفاوة وترحيب أيضا في محافظتي البحيرة والإسكندرية مع مختلف طبعا الفعاليات اللي كانت موجودة تجاه يعني الدولة وتجاه ما يقام من مشروعات عملاقة على أرض هذه الدولة. خليني أسأل حضرتك بداية، إزاي شفت افتتاحات السيد الرئيس النهاردة في هاتين المحافظتين والصور اللي كانت موجودة سواء من القيادة السياسية والتصريحات الكثيرة الهامة جدا الحقيقة أو من الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها المواطنين فخامة الرئيس؟ خلينا نقول كده يعني ملامح عامة حوالين المشهد زي ما حضرتك تفضلت يا دكتورة واتكلمتي. أولا نحن نتحدث عن لقاء المصارحة والمكاشفة، ده العنوان الأول لهذا اللقاء الجماهيري مع السيد الرئيس. اثنين، هو لقاء محبة أو لقاء من أجل الوطن، يعني من أجل محبة هذا الوطن، لقاء يكسوه دعوة للعمل بشكل حقيقي وواقعي على الأرض زي ما حضرتك تفضلت. اللقاء كان فرصة النهاردة لطمأنة المواطنين كل المصريين على أن القيادة السياسية ترى وتدرك وتعمل وتتعامل مع كل الملفات على كل المستويات وعلى مستوى مصر كلها طوال الفترة الماضية، وده منهج أو فلسفة الحكم في عهد الرئيس السيسي، عدم إغفال ملف من الملفات، وده يعني حتى نلحظه أو نلمسه من التنويعة وتعدد المشروعات اللي بيتم افتتاحها في كل مرة. نحن نتحدث عن طرق، نتحدث عن مستشفى، نتحدث عن مراكز علمية دقيقة يتم افتتاحها، نتحدث عن جامعة متخصصة مهمة. وبالتالي دي رسالة للجميع أن مصر يعني أن القيادة السياسية تعمل في ملفات متعددة في نفس التوقيت وبنفس الجهد والاهتمام. اثنين، أني اعتذر القيادة السياسية أنها تصارح المواطنين بكل الأمور وتتحدث مباشرة إلى المواطن المصري عما يجري وما يحدث وما تخطط له الدولة وما تفعل الدولة، وتستمع جيدا مطالب الناس. هناك يعني تعامل بصدر الرحب من السيد الرئيس مع كل من تحدث اليوم، شاهدنا ذلك. ايضا كان هناك تعبير شعبي ومشاعر محبه وموده وتقدير من كل الحضور، واعتقد ان كل اهالي البحيره او اسكندريه او اي محافظه حتى ينزلها السيد الرئيس، كل المواطنين بيكونوا يعني عندهم رغبه في ان هم يعني اذا لم يستطيعوا ان هم يحضروا اللقاء فهم بيتابعوا اللقاء، وبيتابعوا اللقاء باهتمام شديد جدا. النوع ده من اللقاءات المفتوحه انا بعتبره مهمه اخرى في التوعيه يقوم بها السيد الرئيس بنفسه شخصيا، وهذا يحدث لاول مره في تاريخنا كله من ثوره يوليو حتى اللحظه، ان يكون الرئيس حريص على ان يصارح المواطنين بنفسه في كل المجالات وفي كل الملفات وفي كل وكل التحديات المطروحة. خلينا أقول على حياة كريمة بشكل محدد، هو المشروع الأهم في تاريخ مصر ربما في 60-70 سنة، على مدار 70 سنة مضى. أولا المشروع يستهدف يعني بنتكلم على قرى مصر حوالي 4000 قرية، بنتكلم على 60% من سكان مصر، بنتكلم على رفع كفاءة وجودة الحياة لمواطنين سوف تتغير حياتهم بمجرد انتهاء من هذا المشروع العملاق الضخم، لا أسميه مبادرة فقط لكن مشروع عملاق وطني ضخم، هكذا يكون التوصيف دكتورة منى، لأن البعض ينظر إلى الأمور بشكل جزئي وصغير ومن زاوية واحدة، لكن هذا المشروع الكبير جدا جدا الذي يكلف الدولة مليارات واستهداف المواطنين والتجمعات السكانية الأكثر احتياجا في مصر خاصة الصعيد، وهو الأولى الآن، وهو يحظى
بانه يكون في المرحله الاولى لمبادره حياه كريمه او المشروع الاضخم في مصر. وبالتالي نحن هنا نوجه رساله للجميع، الدوله تذهب اليه، الدوله تذهب الى القرى، الدوله تذهب الى النجوع على الكفور، وليس فقط المدن ولا التجمعات الجديده ولا المدن الجديده ولا غير ذلك مما يشيعه المتربصين بالمشروع القومي المصري وبالجمهوريه الجديده. وبالتالي احنا هنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، احنا رايحين نرى نشاهد نتابع من ارض الواقع ما يجري بالفعل. أنا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، والحقيقة إنه هذه الرسائل اللي كانت موجودة النهاردة يعني البعض حضراتكم بيشوف إنها رسائل كثيرة بها قدر كبير من الطمأنة، لأنه حتى كل الأسئلة اللي اتسألت للسيد الرئيس سواء في البحيرة للمواطنين اللي كانوا واقفين بيتكلموا مع سيادته أو في المؤتمر الوطني للشباب في اسكندرية، المداخلات اللي حصلت كلها ومن فئات كثيرة طبعا، احنا شفنا الشباب، شفنا المرأة، شفنا الفلاح المصري، شفنا كل فئات المجتمع تقريبا النهاردة، يعني كل شخص كان بيسأل مش بالنيابة عن نفسه بس، بيسأل بالنيابة عن ملايين المواطنين. فكل الأفكار والخواطر اللي جت على بالهم وطرحوها كان في إجابات، وإجابات دقيقة ومفسرة الحقيقة من السيد الرئيس. ده يمكن يدفعنا إلى الحديث أكثر عن المبادرة نفسها، إن كانت حياة كريمة، الجامعات، ودي كان حياة فيها كمان سؤال مهم النهاردة برضو حنتطرق إليه إن شاء الله مع ضيوفنا اللي حينورونا بعد قليل في حديث الأخبار، فكرة الانتقال إلى الجامعات وهل تكفي ولا لا. وشفنا واحد من الشباب واقف بيقول يا ريس، وإحنا عايزين في، كان أحد الضيوف الكرام اللي موجودين وقال في 20 أو 22 فدان موجودين لو ممكن نعمل عليهم جامعة، فالريس رد هنا واتكلم معه وقال له أنا ما بقولش إنه ما نعملش، إحنا بنتكلم في إنه لما نيجي نعمل هذا المشروع طب ما نشوف الأول إحنا ماذا لدينا من جامعات وما لدينا من مشروعات للجامعات، وهل تكفينا أم لا تكفينا خلال السنوات القادمة. الحقيقة أن كل دي أمور كثيرة جدا على أرض الواقع، مهم جدا أنه في حلقتنا النهاردة نستكمل هذا الحديث ونحلل المزيد من المشاهد لجولة السيد الرئيس صباح اليوم في محافظة البحيرة، ثم جولته في محافظة الإسكندرية وحضوره للمؤتمر الوطني للشباب. عالبحيرة قوام جينا زرنا ناسنا وأهالينا، كرم البيوت شئ متأصل، ملناش هنا غير بعضينا وكل يوم فرحة بتكبر، مع بعض نبنى أكتر وأكتر، طول ما احنا إيد واحدة هنقدر، لسه اللي جاي كتير لينا. الله 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 عالبلد دي محليينها، كل يوم بتبقى أحلى من اليوم اللي قبله، إحنا مش ضيوفها، أهل بيت دايما في عينها. الله 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 عالبلد دي واللي منها. الله 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 أحلى ناس محليينها، كل يوم بتبقى أحلى من اليوم اللي قبله، إحنا مش ضيوفها، أهل بيت دايما في عينها. فاينها
وعقب زيارته لقرية الأبعادية بالبحيرة، توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإسكندرية لحضور فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في مقر جامعة برج العرب التكنولوجية. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الشباب يمثلون كل شرائح وقطاعات الشباب المصري، من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب. وفي كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب، أكد الرئيس السيسي أن الدولة لن تقوم بتحريك سعر الصرف إذا كان سينعكس بتأثير على أمن مصر القومي وحياة المصريين. وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي. وانا احنا مرنين فيه علشان بس يبقى صحيح الأمور واضحة، لكن عندما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي وأن الشعب المصري يضيع فيها، لا 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 لا، أنا بتكلم بجد، هذا الموضوع أنا بقوله على الهوى. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم، لا احنا نقعدش في مكاننا، لا لا ما نقدرش. حتى لو الكلام ده يتعرض مع حتى لو كان كان بيتحرك، امال ايه اسمعوا، كلنا فهمنا سياده الرئيس، كلنا فهمنا. طبعا انا بقول لكم، لان انا جبت مثالين واضحين جدا. انت بتقول النهارده كيلو لحمه ب 300 جنيه، طب هو ليه ب 300 جنيه؟ عشان سعر الصرف اللي انت بتتكلم عليه 30 و35، وعايز تحسبه كده. طب لو انت بقى عايز تخليه 50 و60، المواطن يعمل ايه؟ وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تحتاج إلى 90 مليار دولار لتوفير حجم الطلبات على الاستيراد، مؤكدا ضرورة العمل على تقليل الفجوة الدولارية وزيادة الإنتاج لتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات لتقليل الاحتياج للدولار. لو النهاردة بتيجي تتكلم كده في مجال الخدمات بتاعة الكهرباء والمشتقات البترولية، المواطن هيعمل ايه؟ طب الراجل اللي بيجيب مستلزمات الإنتاج، اللي كان بيحسب المستلزم الانتاج ده على 16 جنيه، لما تيجي تقول له 30 وتيجي تقول له طب 50 وتقول له طب 100. وبالمناسبه لو كان الحل ان الاطلاق هيوفر لك الرقم المطلوب، انت عايز كام؟ احنا بنتكلم على الهوا عشان ده مؤتمر الشباب بقى، مش كده؟ طب اسمع، انت في احتاج في حدود 80 85 90 مليار دولار كده يا دكتور، مش كده حجم الطلب اللي هو عشان يوفر لك طلباتك لمصر. شوفوا، لكل اللي بيسمعني من رجال الأعمال وللشباب وللمصريين، إذا ما كناش هنشتغل عشان نقلل الفجوة، فجوة الدولار يا دكتور شادي، فجوة الدولار. طب احنا عملنا ايه السنين اللي فاتت لما كنا بننزل نجيب من الأسواق يا دكتور معيط، مش كده؟ احنا حليناها لغايه لما بقناش قادرين نحل، حليناها ايه مش كده يا دكتور؟ ننزل الاسواق نشتري 3 4 مليار دولار عشان ندي للبنك المركزي عشان نحافظ على 34 مليار دولار اللي هو الرقم اللي احنا مثبتينه في البنك المركزي عشان يوفر طلبات 3 ل 4 شهر او اكتر، مش كده؟ كنا بننزل نجيب من الاسواق ونزود حجم الدين علينا ونزود ايه؟ انا بقول كلام. طيب احنا خلاص ما نقدرش نعمل كده تاني، خلاص اذا لازم نواجه اللي احنا فيه ده كلنا، بان احنا نقلل فاتوره استيرادنا بالدولار ونزود المؤاخذه الصادر بتاعنا بالدولار، والمستلزمات اللي بنجيبها من بره تقل عن كده. أحيانا عندنا أسئلة كثيرة جدا، لأنه يعني منذ انتهى البث المباشر لجولتي السيد الرئيس النهاردة في البحيرة ثم الإسكندرية، وفي أسئلة كثيرة، وفي الحقيقة آراء كثيرة جدا، من ضمنها زي ما كنت بقول لحضراتكم رسائل طمأنينة يمكن وصلت بشكل مباشر من القيادة السياسية النهاردة إلى المواطن المصري في كل مكان في مصر. خلونا نبدأ هاتفيا مع الدكتور فرج عبدالله الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك استاذه المشاهدين. اهلا وسهلا. يعني انا هبدا مع حضرتك كخبير اقتصادي،
بالسؤال يعني ما اقدرش اقول الاهم، بس هو حقيقه الابرز الان والاكثر طرحا على الساحه ما بين الناس وما بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، الا وهي كلمه او تصريح السيد الرئيس ان تحرير سعر صرف الجنيه امام الدولار لو هيأثر على المواطن بلاش منه. وهنا حتى مع انه السيد الرئيس يعني لم يذكر يعني جهة بعينها مطالبة بهذا التحرير، ولكن على رأي زميلنا الإعلامي محمد عبد الرحمن كلنا فهمناها. ما رأي حضرتك يا دكتور في هذا التصريح المهم جدا اللي هو الناس كلها الحقيقة بتتكلم عنه دلوقتي، ولماذا توجد يعني الكثير من الطمأنينة بعد هذا التصريح برأيك عند السادة المواطنين؟ بكل تأكيد هو رسالة طمأنينة للمتعاملين في سوق النقد الأجنبي في مصر بشكل كامل. في وجهة نظري هو بيقل يعني الرسالة دي هتؤثر على الأسعار إيجابا، يعني هيكون في تقليل من المضاربات اللي بتحصل على سعر الصرف بشكل يومي. احنا يمكن شاهدنا الفترة اللي فاتت كل يوم في تخبط كبير في الشارع بسبب انه في تحرير لا ما فيش تحرير، في تعويم لا ما فيش تعويم، طب الوضع عامل ازاي؟ وهنا بتيجي بتكون الامر والبيئه خصبه لاثاره الشائعات اللي يمكن شفناها ورصدناها بشكل مبالغ فيه، موجوده بشكل مبالغ فيه بشكل كبير. عشان كده هنا هتيجي رساله مباشره وواضحه انه هناك اداره لسعر الصرف بتعي بشكل كامل مصلحه المواطن ومصلحه الاقتصاد القومي. وإذا تعارضت مصلحة المواطن ومصلحة الاقتصاد القومي لدى جهة تحث على تحرير سعر الصرف أو زيادة سعر الصرف بهدف إصلاحات أو إصلاحات مالية أو نقدية، فالأولوية هتكون لصالح الاقتصاد الوطني. يمكن التوقيت اللي احنا فيه عالميا في الوقت الحالي هي حالة من الاستقطاب الحاد جدا والشديد والحذر، وبالتالي كل اقتصاد وكل دولة بتكيف هيكلها الاقتصادي بحسب ظروفها، حسب ظروفها وحسب ما يتراءى لوضعها الحالي ووضعها المستقبلي وحسب إمكاناتها وإمكانات الاقتصاد الكام فيها. يمكن الدافع الأساسي والدافع الحقيقي إن احنا مستندين على قاعدة اقتصادية قوية هو ما تم إنجازه الفترة اللي فاتت. يمكن عندنا نوع من الضغوط على الدولار، ولكن الضغوط هي أمر طبيعي في سوق صرف حر مورس أو كان موجود خلال الفترة اللي فاتت. يمكن احنا الفترة الحالية والفترة اللي جاية وده معمول به في كافة اقتصادات العالم احنا بنتبع نظام صرف أو سعر صرف مدار، وده أمر طبيعي جدا وصحي في فترات الأزمات، وده بيحصل في أمريكا وبيحصل في الصين وبيحصل في كافة الدول، خصوصا انه في وقت الأزمة على طول بيحصل نوع من المضاربات اللي ما بتكونش في صالح العملة المحلية. ليه؟ لأنه بيكون في يعني ممارسات غير صحية في الأسواق، أسواق سعر الصرف بتؤثر بشكل مبالغ فيه على مستويات الأسعار وعلى دخول الناس، وبالتالي من المهم جدا وكان من الضروري أنه القيادة السياسية على سلطة في الدولة رأس الدولة بيتحدث عن شعور المواطن بالأسعار وحاسس بالمواطن وحاسس بالوضع الاقتصادي من أقل فئة لأعلى فئة، وبالتالي هناك رسالة طمأنينة شديدة لكافة المتعاملين في سوق النقد سواء كانوا تجار أو سواء كانوا متعاملين عاديين أو حتى على مستوى الأفراد ومستوى الأسعار بشكل عام. بحديث حضرتك عن هذه الرسائل، رسائل الطمأنينة من القيادة السياسية بشكل مباشر للمواطن المصري يا دكتور، لازم أتوقف مع حضرتك عند جزئية ما أشار إليه السيد الرئيس أنه مصر محتاجة 90 مليار دولار عشان تسد الفجوة لتوفير حجم الطلبات على الاستيراد، وفكرة أنه عشان نتقدم لقدام لازم نقلل من الاستيراد بالدولار ونقلل من يعني نقلل من هذه الفجوة الدولارية الكبيرة. في نفس الوقت برضو وخلال أحاديث أخرى في يعني في مواقف مختلفة أيضا خلال جولتي اليوم، كان في أيضا إشارة إلى فكرة مستلزمات الإنتاج، ودي لسه حتى سمعين منها كلمة منذ قليل، ده يعني كان مثل السيد الرئيس بيضربه انه حتى الشخص لما يبقى محتاج مستلزمات
الانتاج ما هو النهارده هيبقى زي برضو محرج ذكرت، هل هيتكلم على السعر الرسمي اللي موجود في السوق ولا هيتعامل بالسعر اللي موجود في السوق الموازي ولا السعر اللي ممكن بعض التجار يتخيلوا انه الدولار هيوصل ليه وما الى ذلك. هنا يا فندم بتشوف دور الدوله جاي ازاي لسد هذه الفجوة الدولارية، خصوصا انه الرئيس اتكلم عنها بصراحة النهاردة وقال احنا عارفين ان دي مشكلة واحنا بنشتغل على حل هذه المشكلة. بكل تأكيد هو يعني احنا عندنا المطلوبات للمدفوعات او الوفاء بمدفوعات الصرف عندنا فيما يعني حدود 90 مليار. طيب المتحصلات من الصرف الاجنبي عندنا في حدود متوسط 33 مليار من تحويل العاملين بالخارج، وعندنا في حدود 8 أو 9 مليار جايين من قناة السويس، وعندنا صافي التجارة السلعية والخدمية في حدود 32 أو في حدود 30 مليار. فبيكون عندنا الفجوة اللي موجودة هي بتتمثل في الضغوط اللي ممكن تكون موجودة بسبب المبالغة في سعر الصرف أو الضغط على سعر الصرف في أوقات الأزمات. هي دي المشكلة الحقيقية. دور الدولة بيكمن في رقم واحد أنه الصادرات اللي كانت بتتم بشكل خام وبشكل وبأسعار منخفضة جدا يتم إعادة دخولها في صناعة، ويمكن احنا شاهدنا يعني صناعتين مهمين جدا بيدخلوا في أكثر من 53 صناعة وقطاع مختلف. عندنا المصنع اللي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة العين السخنة، وعندنا مصنع الرمال اللي بيوفر بشكل كبير حجم أو عملية أو اثنين أو ثلاثة عدد من العمليات الصناعية اللي بتوفر علينا عملة صعبة. فإذا هناك اتجاه نحو تعزيز روافد وموارد الدولار بشكل غير تقليدي، ان انا ما اصدرش الخام ولكن اعمل عليه عمليات صناعيه تعزز من الامكانات الكامنه في الاقتصاد الوطني، بالاضافه طبعا الى الاستغناء عن كافه المستلزمات الانتاج اللي يمكن انتاجها محليا. يعني لو عندي بعض العمليات يمكن ان انا اشتري الالات والمعدات بتاعتها وتبقى موجوده في الصناعات المتوسطه والصغيره اللي موجوده ومنتشره في الجمهوريه، هيوفر بشكل كبير. انه يحصل نوع من تحقيق كفاءه الاسواق بقدر ممكن، انه اللي بيحتاجوا السلع والمكونات اللي من الخارج عشان تخش في صناعات متعدده ممكن يكون مش شايفها في الداخل، فبيلجا للاستيراد على طول وبيطلب الدولار عشان توفر له وتجي له السلع بسرعه او مدخل الانتاج. هنا يجي دور تكامل الاسواق او نوع من ان انا اخلي المصنع يشوف الصناعات التكميليه اللي موجوده ويمكن ان هو يستفاد بميزه نسبيه موجوده، او يستفاد بان هو يفتح مصنع او يفتح ورشه تلبي احتياجاته بدل ما يستوردها من الخارج. هنا يدي فرصه اكتر لتعميق المنتج المحلي ويدي فرصه اكتر لنسبه كفايه الصادرات لنسبه الواردات. بالمناسبه احنا عندنا يعني يمكن 2021 كانت نسبه كفايه الصادرات الواردات في حدود ال 42%، النهارده احنا بنتكلم يعني في منتصف 2023 بنتكلم في حدود ال 47%. يعني الصادرات بتكفي الواردات في حدود ال 47%. الرقم هنا من يعني زاد في حدود ال 5 او 7% خلال سنه، ده امر كويس جدا وامر جيد يشير الى ان هناك اتجاه نحو تقليص الفجوه الدولاريه اللي بتتمثل ما بين أو اللي موجودة بسبب المتحصلات من الدولار والمدفوعات بالدولار. ويمكن ده أمر طبيعي جدا خلال يعني زخم جيوسياسي بيشهده العالم وحالة من الاستقطاب فريدة من نوعها. يمكن بنتكلم على الخمسينات أو قبل الخمسينات، يعني عقب الحرب العالمية الثانية، يمكن الأمور بتتشابه على المستوى الدولي في الوقت ده، وفي تكتلات اقتصادية وجيو اقتصادية موجودة في العالم بتتشكل في الوقت الحالي. فإذا العالم كله في حالة من الاضطراب الشديد، وبالتالي الدول بتحاول تتكيف مع هذا الوضع من خلال صياغة نظم اقتصادية وبرامج اقتصادية تتوائم وتلبي متطلبات الداخل ويعني تعلي من مصلحة الاقتصاد القومي. يمكن احنا شاهدنا الكلام ده في الموازنة العامة واعتماد أكبر حزمة اجتماعية موجودة في الموازنات الحماية الاجتماعية في مصر كلها، بنتكلم في حدود الأكثر من 519 أو 529 مليار جنيه، فده رقم ضخم جدا يعني موجه للحماية الاجتماعية بهدف درء جزء كبير من
أثر التضخم الناتج عن اضطراب الأسواق العالمية. بالحديث عن الأرقام الضخمة يا دكتور فرج، حضرتك بتقول دلوقتي في أرقام طبعا ضخمة العالم كله بيواجهها، كل يعني كل دولة بتشوف ظروفها إيه والأنسب إيه. كان في برضو من الأرقام الضخمة الحقيقة اللي اتقالت النهاردة إنه علشان الدولة تقدر تصرف كويس على مشروعاتها وتكمل الخطط اللي كانت وضعها منذ سنوات سواء قصيرة المدى أو بعيدة المدى، فالدولة المصرية محتاجة 2 تريليون دولار في السنة. دي أرقام صعبة جدا في ظل زي ما حضرتك بتقول كده يعني ظروف جيوسياسية عالمية شديدة الصعوبة والتعقيد وظروف جيواقتصادية أيضا عالمية شديدة الصعوبة. بتشوف حضرتك إزاي ده ممكن يتحقق في ظل هذه التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتواجه دول العالم؟ بكل تأكيد الرقم ده هو رقم ضخم جدا، رقم صعب تحقيقه ولكن من الممكن الوصول إليه. احنا بنتكلم النهارده في حدود الـ يعني 400 اكتر من 400 مليار دولار، ده حجم الناتج. احنا بنتكلم على ان الرقم ده يصل ل 2 تريليون، يعني يصل ل 2000 مليار، رقم ضخم جدا للغايه ولكن قابل للتحقيق مع زياده الانتاج وزياده الناتج المحلي الاجمالي. هو ده المخرج الاساسي اللي الدول كلها ويعني ابرز النماذج الاقتصاديه الناجحه في العالم كله اكدست كافة قواها في ان هي تزود الناتج المحلي الاجمالي عشان يقدر يحقق فائض في ميزان التجاري، وبالتالي ما نقدرش او ما نبقاش موجودين تحت ضغط بسبب المطالبة بالوفاء بالالتزامات تجاه الاخر او تجاه العالم الخارجي. وبالتالي اذا تحقق الفائض في الميزان التجاري هيتحقق عندنا وفرة في الدولار، هيبقى في بعد كده نوع من التخفيض الإجباري للعملة زي ما بتعمل الصين في حالة زيادة الناتج عندها وزي ما بتعمل اليابان في حالة زيادة الناتج عندها عشان تقدر تصدر أكثر. وبالتالي المخرج الأساسي هو زيادة الناتج، زيادة الناتج من خلال تكثيف ويعني استخراج الفرص الكامنة في الاقتصاد القومي من خلال تسهيل الإجراءات للاستثمار، زيادة الحوافز الاستثمارية لكافة الشركات المحلية والدولية، الدخول في شراكات قوية مع تكتلات اقتصادية عالمية تدي فرصة للتمويلات بمعدلات أقل وبتكلفة أقل وبأجل طويل. كل الأمور دي كلها هتدفع بشكل أو بآخر إلى تقليص الفجوة اللي ممكن تكون موجودة في الأجل القصير وتدي مخرج للخروج بعد كده بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذا التوضيح الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، شكرا لك يا فندم. أكد الرئيس السيسي أن كل التوصيات التي سيتفق عليها في الحوار الوطني سوف يصدق عليها دون قيد أو شرط طالما كان في اختصاصه الدستوري، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التوصيات التي تخرج عن اختصاصات الرئيس سوف يقوم بإحالتها إلى مجلس النواب. المخرجات اللي انتوا هتوصلوا لها سواء كان في المحور السياسي او الاقتصادي او المجتمعي اللي داخل صلاحياتي طبقا للدستور والقانون انا هصدق عليه. طب اللي مش داخل صلاحياتي على البرلمان، على ايه تروح للبرلمان هو يعني يتحرك فيها، لكن كل ما يدخل في صلاحيات الرئيس والدوله كحكومه ان احنا نتحرك فيها نطلع فيها قرارات انا بقول لك قدام الناس كلها انا حمضي عليها دون قيد او شرط. شكرا. طالما انها داخل حاضر داخل صلاحيات المسؤوليه دستوريا وقانونيا طبعا، ثم اللي خارج ده هتحل البرلمان يتحرك فيها بالشكل اللي المناسب كهم كممثلين للشعب المصري. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. حضرتك شفت إزاي يا فندم الرسائل الكثيرة النهاردة من السيد الرئيس خلال تفقده لعدد من المشروعات وفي البحيرة أولا ثم التوجه إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية؟ هو صراحة السيد الرئيس النهاردة بذل مجهود غير عادي، بداية من زياراته للبحيرة اللي فيها عدد من المشروعات التنموية، ويؤكد يوم بعد يوم أنه هو بيواصل العزم للنهوض بالدولة المصرية والوصول بها إلى بر الأمان والخروج من عنق الزجاجة
بالمزيد من التنمية وبمزيد من الإنتاج وبمزيد من الاهتمام. لابد أن الجميع يتكاتف ويتم توحيد الرؤى، يكون في مخرجات ومناقشات هادفة وبناءة تهدف إلى معالجة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه الوطن، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. الرئيس بيهتم بكل الملفات وعقد العزم مع جميع المخلصين والشرفاء من الوطن إلى الخروج بالوطن من عنق السباجة وتحقيق أمل الشعب التي ينتظرها في ظل الظروف الصعبة والتغيرات الدولية التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني. فالرئيس السيسي يبحث مع القوى السياسية ومع المشاركين في الحوار الوطني إلى نقاط وقواعد مشتركة نصل من خلالها إلى حلول جادة، جهود تقوم على دراسات علمية وتبادل الرؤى البناء التي تخدم الصالح العام وتؤدي إلى نتائج إيجابية وحتمية. النهاردة الرئيس السيسي قال أن جميع التوصيات وجميع المخرجات اللي ممكن تخرج من الحوار الوطني هو موافق عليها بدون أي قيود أو شروط، لأنه في النهاية هو بيعلي من أهداف الديمقراطية وتوطيد أواصر الديمقراطية والحريات، ويؤكد أن المجتمع المصري في عند نقطة وميضة وأهداف مستميرة هي تبادل الرؤى والمناقشات، حتى الخلافات يمكن من خلالها أن نصل إلى محددات تنقذ الوطن من كافة المتعلقات بالأزمات التي عانى منها الوطن خلال السنوات الماضية في أعقاب يناير وحرق الحرب على الإرهاب وأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والمتغيرات الاقتصادية الدولية التي تأثر فيها الدولة المصرية تأثر مباشر، بدليل أن هناك غلاء في الأسعار وتضخم غير عادي وفي زيادة في عجز الميزان التجاري، إلى أن الدولة المصرية تبحث في ظل هذه التداعيات وفي ظل هذه الصعوبات التي الغير محدودة على حلول يمكن من خلالها أن نجد الأمل وأن نحقق أهداف الدولة المصرية وإعادتها إلى ما كانت عليها وما كانت عليه من استقرار هادف وبناء لصالح المواطن المصري. يعني النهاردة الكلمة اللي حضرتك كنا يعني بنشير إليها حضرتك وأنا يا فندم، كلمة السيد الرئيس أنه كل التوصيات الحوار الوطني أو اللي هتكون عبارة عن مخرجات الحوار الوطني السيد الرئيس هيوافق عليها دون قيد أو شرط. معلش لو تسمح لي أنا عايزة أتوقف، يعني أنا عارفة حضرتك ذكرتها ولكن عايزة أتوقف عندها بمزيد من التفاصيل، لأنه دي كمان من ضمن النقاط الهامة جدا اللي كان ليها مردود فعل في الشارع المصري كبير قوي، وناس كتيرة بتشوف انه هذه الجملة او هذا التصريح من السيد الرئيس كفيل بحد ذاته انه يدفع اكتر عجلة الحوار الوطني. يعني لو بنقول كده بطريقة بسيطة قوي، التصريح ده في حد ذاته او الاعلان انه دي طريقة تفكير رئيس الجمهورية، انه اللي هتقوله عليه في الحوار الوطني انا هوافق عليه من غير شرط ومن غير معدل فيه حاجة، ولو مش من اختصاصي كمان كرئيس للدولة انا هحوله للبرلمان، ده عمل رد فعل ايجابي جدا في الشارع المصري. شايفينه ازاي كأحزاب يا فندم؟ الرئيس السيسي يبعث برسالة طمأنينة بأن الجهود التي تبذل من أجل الوطن من خلال المناقشات ومن خلال الحوار الوطني لن تكون هباء، بل ستكون محل اعتبار ومحل تنفيذ، وأنه يريد أن يبرهن على أن جميع المخرجات التي ستخرج من الحوار الوطني ستكون محل
إيجاب ومحل تنفيذ. هذا يؤكد بأننا أصبحنا نسير على مسارات جديدة في إطار توطيد أواصر الديمقراطية والحوار وعدم إغفال الرأي والرأي الآخر، وأن الرئيس السيسي يجمع شمل الوطن ويجمع القوى المتعددة في الآراء والمختلفة والمتباينة إلى أهداف ومحددات هي الصالح فيها، والصالح فيها هو إعلاء شأن الدولة المصرية والوصول بالمتغيرات سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية إلى أعلى معدلات التنفيذ وإلى أعلى درجات التنفيذ، وأن الرئيس السيسي لن يتراجع عن هذا النهج، وأن الدولة المصرية في نقطة أخرى وفي منطقة أخرى هي منطقة تبادل الرأي وتبادل الحوار والمناقشات من أجل الصالح العام ومن أجل مواجهة التحديات والأزمات في كافة المجالات. والرئيس السيسي بيبرهن ويؤكد بأن الجهود التي تبذل هي محل تنفيذ ومحل اهتمام من جانب الدولة، وهذا يبعث للمواطن المصري وللشعب المصري الطمأنينة بأن الأمور إن شاء الله ستكون على ما يرام وستكون في دائرة أخرى، دائرة التقدم والرخاء والرفاهية والتنمية الفعالة بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر سيد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. بالمناسبة المسارات الكثيرة اللي كان بيكلم عنها سيد طارق درويش دلوقتي، مسارات الحوار يعني الحوار الوطني، كتير قوي 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 كانوا بيشككوا فيها في البداية، ومش في البداية بس يعني ما قبل بدء فعاليات الحوار الوطني ده، حتى لأيام قليلة ماضية. وما في يعني لا يخفى على حضراتكم، ودي حتى حاجة النهاردة اتقالت من ضمن يعني المشاركين السادة المشاركين في المؤتمر الوطني للشباب، انه اتقال ان الاحزاب السياسية هتنسحب او انسحبت، واتقال انه الحوار الوطني لن يبدأ ولن يكتمل، وان بدأ فلن يكتمل، واتقال انه لا يعبر عن كل فئات المجتمع، واتقال انه في فئات كثيرة غير موجودة في الحوار الوطني. الفكرة دايما زي ما كنت بقول لحضراتكم في اول الحلقة، انه المسارات دي وغيرها كتير، والأمال والطموحات وغيرها كتير قوي. المحك فين؟ المحك هو اللي بنشوفه على أرض الواقع، بنسمع كلام وبنشوف إيه اللي بيتحقق وإيه التحديات اللي بيعبر عنها بصراحة وبيتم الحديث عنها بصراحة ومكاشفة. هذا جزء مما حدث اليوم، ولكن الصورة أكبر، ولتحليل الصورة من زوايا أخرى مختلفة أيضا بعد لحظات حينضم إلينا سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أبقوا معنا في إطار من صغري نفسي ابني البلد دي واخد بيدها تقوم تعدي، حافظ تاريخنا في كل جيل عدينا من مليون تحدي. احنا الشباب وده وقتنا نسعى ونكافح كلنا، مصر النهارده تغيرت بإيدينا وبعون ربنا.
انا مش الشباب اللي توهلم ونفسه يحلم في البلد، والنهاردة بقالي حلم هبني في بلادي واكون سند. شكرا لكل قرار جري نور لي احلامنا الطريق، كل يا محلمنا بحضراتكم من جديد. مصلحة الوطن ملك للجميع، ما ينفعش نخون وما ينفعش نتهم أحد بالعمالة، لأنه الحوار الوطني ده حالة يجب أن تستمر. يمكن دي كانت جملة من تصريحات كثيرة قالها السيد الرئيس النهاردة خلال اليوم تحديدا، يعني كانت هذه الجملة للحديث عن الحوار الوطني وهذه الحالة التي يعيشها الشعب المصري في الإسكندرية لما النهاردة كان الرئيس موجود في المؤتمر الوطني للشباب. الحقيقة أنه أنا هاخد هذه الجملة أو هذا التصريح ويكون مدخل لفقرتنا ده، لأنه لما الناس اتكلمت على الحوار الوطني اتكلمنا في طبعا أبعاده الثلاثة اللي عارفينها، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والناس كانت ممكن أو بعض الناس كان ممكن تعتقد أنه يعني ده هيكون عبارة عن اجتماعات كبيرة، الجلوس على طاولة واحدة ثم الخروج بتوصيات. لكن فكرة استمرار الحوار الوطني أو الحوار الوطني أو الوصول إلى هذه الحالة التي يعبر عنها ممن حضر وحتى ممن لم يشارك في هذه الجلسات،
هذه هي النقطة اللي يمكن لما نقول كلمة الاتجاه إلى الجمهورية الجديدة أعتقد أنه حنفكر جدا فيها. في أسئلة كتيرة الحقيقة من رسائل ملهمة كثيرة جدا وجهها النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي من البحيرة واسكندرية، حنتكلم فيها بالتفصيل ونتكلم عن الصورة الأكبر والمشهد الجميل اللي كان موجود النهاردة أو المشاهد الجميلة مع ضيفنا الكريم اللي منورنا في حديث الأخبار سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور مين. يعني أنا حبدأ بداية النهاردة، اليوم بدأ من بدري جدا منذ الصباح الباكر والرئيس كان في محافظة البحيرة تحديدا قرية الأبعدية وكان في فعاليات كتيرة جدا. خليني أسأل حضرتك بداية يا سيادة العميد، فكرة النزول للشارع واللقاء المباشر مع المواطنين، والحقيقة أن دي حاجة مش جديدة على فخامة الرئيس، بس في ظل تحديات عالمية وظروف صعبة وحالة من القلق وعدم اليقين اللي موجودة، إزاي حضرتك شفت أهمية هذه الجولة النهاردة اللي كانت بدايتها في البحيرة ثم الإسكندرية؟ يعني أنا بشوف طبعاً إن إحنا بنعيش يوم عظيم، يعني يوم أحداثه كلها الحقيقة إيجابية للغاية ومبشرة ودتنا شحنة تفاؤل كبيرة جدا ده انطباعي الأولي وأنا بتابع الزيارة أو اليوم بداية من زيارة قرية الأبعدية، إنه يوم مليء بالتفاؤل رغم إن إحنا سمعنا كلام كتير مهم وكلام عن أزمات وكلام عن تحديات الدولة بتواجهها وسمعنا وأرقام مخيفة الحقيقة وأرقام بعض منها مخيف فعلا وحديث عن وضع مأزوم والدولة بتشتغل إزاي علشان تخرج من هذا الوضع المأزوم وأمور كثيرة جدا بمصداقية وبشفافية كاملة. لكن الحقيقة انت حضرتك قبل الهواء بتسأليني على مجمل اليوم، انا هاخد من الجزء اللي حضرتك اخترتيه عنوان للحلقة وهو حالة الحوار. انا شفت النهاردة الحقيقة ان السيد الرئيس اول ما طبق هذا الامر طبقه على نفسه شخصيا، حالة الحوار لو تابعنا الشاشات وما تذاع عليها من الصباح لغاية الان، الرئيس طبق هذه الرغبة في أن تكون حالة الحوار موجودة وحاضرة ومستمرة طوال الوقت طبقها على نفسه شخصيا. هو منذ بداية اليوم وهو في حالة من الحوار المفتوح مع المواطنين. شوفي حضرتك وقفتي على إيه وانت بتقولي السؤال، في ظل أوضاع قد يكون أي مراقب أو أي حد بيعمل تقديرات سياسية أو غيره يقول قد يكون من غير المريح في اللحظة دي أن الرئيس يلتقي بالجماهير وجها لوجه، كده بيشتغل السياسيين وبيشتغل اللي بيرتبوا عمليات الاتصال السياسي وغيره. النهاردة الرئيس كما اعتدنا منه ربما من اللحظة الأولى منذ أنا عرفناه في 2011 وإحنا يعني بنشوفه بيعبر مثل هذه الأنماط وبيقتحم أي مشكلة ربما موجودة على أرض الواقع وبيسير في كتير جدا من الأوقات يعني عكس التوقعات. النهاردة كان موجود هو عكس التوقعات، قرية مصرية بينزل علشان يعمل حالة حوار يتكلم مع كل أفرادها اللي هم ناس مصريين بسطاء تماما بيكلموا الرئيس من قلبهم، بينقلوا للسيد الرئيس كل شكاواهم الطبيعية والمنطقية اللي بعضنا يعرفها والكثير جدا بيكتبوا عنها ان هي عاملة حالة من الضيق، النهاردة بيديروا هذا الحوار والرئيس بيجيب على تساؤلاتهم وبيهدئ من مخاوفهم في بعض الأمور وأيضا بيطرح عليهم كثير من الأسئلة وبيذكرهم بالمحطات وبالخطة اللي الحكومة واللي الدولة بتشتغل عليها علشان تخرج من هذه الأزمة وتعبر هذه الأزمة الحالية. بيقول لهم بمنتهى الشفافية وبلهجة بسيطة وصلت لكل أهالي القرية، لو جميعنا تابع اليوم ما كانش فيه فجوة على الإطلاق ما بين أن رئيس الجمهورية بيتحدث مع أهالي لقرية مصرية أصيلة وبسيطة طلعوا بعائلاتهم بأطفالهم بسيداتهم بنسائهم للحد اللي هو يعني لما راح الجامعة فضل يتكلم على أهالي القرية وعلى دار المسنين وعلى كبار السن وعلى دعوات المصريين وعلى مسألة الارتباط بالله سبحانه وتعالى وبأن ربنا بيكرم كل من يتحرك لخدمة هذه البلد.
حالة حوار حقيقية شفناها النهاردة، خلصت في القرية، راحت في الجامعة مع شريحة من شرائح النخبة والشباب والأكاديميين والمثقفين والإعلام، وأيضا حالة حوار استمرت أعتقد لمدة لم تترك قضية إحنا كرأي عام بنتحدث فيها ما بيننا وما بين بعضنا خارج شاشات الهواء وخارج الكتابات وفي بيوتنا وفي منتدياتنا وفي غيرها إلا وطرحت النهاردة في المؤتمر الوطني للشباب، إما طرحت من السيد الرئيس نفسه أو طرحت من أحد السادة المشاركين المتحدثين وحصل إجابة عليها واستجابة من الرئيس. السيد رئيس الوزراء موجود بكل المعلومات وبكل خطط الدولة بتفصيلاتها، السادة الوزراء موجودين، الحوار في اتجاهين وليس في اتجاه واحد، الحضور بيطرحوا رؤاهم وربما يطرحوا بعض التساؤلات، السيد الرئيس بيوقفهم في أوقات وبيجري حالة الحوار اللي حضرتك وقفتي عندها اللي هي بتقولي في رغبة رئاسية حقيقية بأن يكون الوطن في هذه اللحظة مليء بالحوار الإيجابي اللي يشبه ما تبعناه، ولا حنخون بعض ولا حنتهم بعض بالعمالة. دي كانت إشارات رئاسية لضبط صريحة ولضبط مسألة الحوار، إن إحنا طالما واقفين على أرضية وطنية وطالما بننشد مصلحة بلدنا ومصلحة وطننا يبقى لا يمكن يكون في فعلا أي قدر من التخوين أو التجاهل. نعم. العكس، الرئيس النهاردة بيعزز وبيقول أنا عايز حالة حوار مستديمة، أنا عايز أنقل منظومة الحوار الوطني أنه ينتقل لقرارات رئاسية السيد الرئيس نفسه تعهد بإنفاذها بمجرد أنها تطلع من دون قيد أو شرط، بمجرد أنها تطلع كمنتج من منتجات الحوار. لو رحنا عند الحوار بقى نلاقي هو مين اللي هيعمله الحوار؟ كل الأحزاب السياسية المصرية، كل ممثلي النخبة المصرية، كل خبراء كافة الملفات اللي بنشوفها في الحوار، كل شاب مصري اشتغل على الإيميل بتاعه وبعت فكرة أو بعت مقترح أو بعت تساؤلات وداها لأمانة الحوار وضمت إلى المائدة. كل مائدة ده الحوار. لو خرج بمنتجات جديرة فعلا السيد الرئيس النهاردة على الهواء مباشرة يعلن تعهده بأنه هو هينفذ مثل هذه القرارات فورا. هو بالحديث الحقيقة عن حالة الحوار برضو وفكرة أن احنا نسمع لبعض ست العميد، أكيد لفت نظرك أنه الرئيس النهاردة هو بيتكلم حتى رفض أنه يطلق على اختلاف الرؤى أو عدم تطابق الرؤى كلمة خلاف، قال حنسميها اختلاف لأن احنا حنسمع بعض. بالزبط. دي كمان كانت كمان لافتة جدا. طيب حضرتك ذكرت الآن نقطة من نقطتين الحقيقة، يعني عملوا حالة كبيرة جدا من الإيجابية والمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، حاجتين في تصريحات، في حاجات كتيرة الحقيقة عملت يعني ردود فعل، لكن في حاجتين لمسوا جدا زي ما بنقول كده مع المواطنين. النقطة الأولانية اللي حبدأ بيها لحرك ذكرتها حالا دلوقتي، اللي هي فكرة أنه تصريحات السيد الرئيس بأن مخرجات الحوار الوطني وما سيتم الاتفاق عليه سيوافق عليه سيادة الرئيس دون قيد أو شرط، وإذا لم يكن في اختصاصه سيقوم بتحويل الأمر أو الموضوع محور الحديث أو مجال الحديث إلى مجلس النواب. دي شفتها إزاي؟ أنا عايزة تفصيل أكتر من حضرتك سيادة العميد، لأنه دي الحقيقة ممكن تغلق الباب أمام الكثير ممن كانوا يدعون أن هناك مسار واحد فقط تسير فيه الدولة المصرية وهي ما تخطط له الدولة المصرية دون الالتفات إلى آراء المواطنين أو همومهم على سبيل المثال. ده صحيح، ودي نقطة طبعا شديدة الأهمية ونقطة محورية من نقاط محورية كثيرة ذكرت اليوم، بس هي بتأكد على نقطة في غاية الأهمية، وهو ودي نقطة الرئيس بيتحدث عنها ربما منذ سنوات، مسألة العمل سويا. يا مصريين احنا عايزين نبقى على قلب رجل واحد، يا مصريين احنا هنجابه هذه التحديات كلنا مع بعض. دي كلها ألفاظ وتعبيرات يعني لصيقة بالرئيس عبد الفتاح السيسي بفكره وبطريقة شغله وبطريقة عمله، ما هيش يعني حتى سابقة على الأزمة الاقتصادية، سابقة على كورونا وعلى الحرب الروسية الأوكرانية. في فترة أو في خطوات الإصلاح الأولى 2016 كان بيتحدث وبيوجه شكر جزيل لكل المصريين إن احنا قدرنا يعني بمراهنة حقيقية على وعي الشعب المصري إن هو رايح في منظومة إصلاح،
كان الرئيس ساعتها وما كانش فيه كل اللي احنا فيه النهاردة دوت، كان بيتكلم على المجابهة ونحن جميعا في خط اصطفاف واحد. النهاردة لما يقول انتوا خرجوا مقترحات اشتغلوا كخلية تفكير جواها زي ما قلنا الأحزاب، الشباب، الجامعيين، الخبراء، الأكاديميين، كل من لديه مجموعة أفكار نقعد نبلورها سويا وتخرج، أنا كرئيس للسلطة التنفيذية وقيادة سياسية لا يعني لا مانع إطلاقا بإنفاذها مباشرة طالما طلع مننا كلنا. الحوار ده أنا حضرت بعض جلسات الحوار، أقل جلسة حوار بيبقى فيها 40 متحدث و35 متحدث من مختلف الاختصاصات اللي قلت لحضرتك عليها، يعني طلع من كل السبيك، من كل مكونات السبيكة المصرية. السياسيين بيتكلموا، الشباب بيتكلم، الإعلامي بيتكلم، الأكاديمي والخبير في الملف اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه، المفكر بيتكلم، المثقف بيتكلم وبيطرح أمور والأمانة الفنية قاعدة تاخد من كل الناس ديت. والرئيس النهاردة بيتعهد بيقول لا أنا الاقتراح الجدير طالما من مخرجات الحوار أنا هأنفذه على الفور. هي دي مسألة التشارك، وإن درجة ناضجة جدا من مراحل الحكم فعلا الحوار ده هو اللي دعا عليه الرئيس. بالمناسبة فيش يعني ما فيش حد مصري أو مؤسسة مصرية حتى أشارت إلى هذا الأمر، أمر طالع بمقترح من مؤسسة الرئاسة ومن الرئيس شخصيا في حفل إفطار الأسرة المصرية 21، يعني الأمر أو 22 عفوا، الأمر بنتكلم في إيمان حقيقي وفلسفة حكم حقيقية عايزة المصريين يتقدموا. النهاردة شفناها في مواقف كتير، شفناها مع الفلاحين في الأبعدية، وشفناها مع الشباب في مؤتمر الوطني للشباب، كبار السن. ومع كبار السن ومع الخبراء شفناها، والسيد الرئيس بيدير مع أستاذ محمد عبد الرحمن الحوار في مساجلات في الاتجاهين وهو بيتكلم معه. شفنا هذا النمط فلسفة حكم حقيقية يريد الرئيس استدعاء كل الهمة والأراء والأفكار المصرية كي تكون شريك حقيقي في صناعة ما نحن بصدده اليوم. طيب النقطة الثانية كنت بقول لحضرتك في نقطتين تحديدا النهاردة عملوا ردود فعل واسعة جدا. تمام. النقطة الثانية هي نقطة حديث السيد الرئيس على أن سعر الصرف وفكرة تحرير العملة لو هيأثر على المواطنين فبلاش منه. النقطة دي طبعا هو سيادة الرئيس يعني كان يعني كالعادة يعني صحيح بيكلم بطبيعية جدا وبتلقائية مع أبناء الشعب المصري، ولكن على رأي زميلنا لما قال إحنا كلنا فهمنا، ودي وأنا بتكلم برضو بمنتهى الصراحة مع حضرتك سيادة العميد وأعلى من حضرتك دائما يعني بتتحدث معنا بصراحة أيضا، دي كانت كمان من ضمن الحاجات اللي كتير كانوا بيستخدموها الفترة اللي فاتت لي طول الوقت إثارة الفزع عندنا كمواطنين، لا الدنيا مش حلوة، بكرة مش أحسن من النهاردة ولا حاجة، وإنه في لحظة سعر الصرف هيحصل له كذا فده هيأثر أكتر وأكتر. فالنهاردة لما الرئيس يقول إنه ده لو بطلب من مين مش هيحصل لو فيه تأثير على حياة المواطنين، شفتها إزاي؟ في ظل تحديات كنا بنقول في الأول حضرتك وأنا إنه في أرقام البعض منها الحقيقة صعب جدا، تريليون و90 مليار دولار محتاجين لسد الفجوة الدولارية وما إلى ذلك، شفت ده إزاي؟ طب اسمحي لي أتكلم بشفافية كاملة. طبعا. ويعني أنا زي حضرتك تابعت وأنا هسمي الأشياء بمسمياتها. حالة من حالات الهجوم المسعور على وسائل التواصل الاجتماعي وفي منصات إخبارية وإعلامية خارجية كانت بتتحدث عن أن مصر صارت في هذه المرحلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية دي وما وانعكاستها على الداخل المصري أن مصر ستكون سجينة إلى روشتات صندوق النقد الدولي. ده اللي كان بيقال بشكل واضح وصريح، والمثير ايضا ان كمان يعني زي بيقولوا الخيالات والتصورات ومحاولة الاستهداف من الخارج للداخل، ان كمان لما حصل حديث عن موعد انتخابات الرئاسة ربطوه
بان موعد انتخابات الرئاسه ان الرئيس عايز يعمل الانتخابات في هذا الموعد علشان يتفرغ ما بعد انتخابات الرئاسه الى قرارات اقتصاديه صندوق النقد فرضها على الدوله المصريه، وكل ده بعيد كل البعد عن خطه استجابه الدوله المصريه للتعامل والتفاعل والتعاطي مع صندوق النقد، ملوش علاقه، وان كل ما يبث في هذا الاتجاه يعني لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وليست هي خطة الحكومة ولا ردات فعل الحكومة المصرية ولا قرارات القيادة السياسية. الشكل الحقيقي والواقعي والنمط الحقيقي شفناه النهاردة، حتى كمان في الجملة الدالة اللي حضرتك قلتيها إن الدولة بتشتغل مع الصندوق بالرغبة في عملية إصلاح اقتصادي حقيقي، وهتمشي مع الصندوق طالما أن هذه الخطوات يمكن استيعابها، يمكن تحملها، وتنتج أثار إصلاحية تبقى في خدمة المواطن وفي خدمة الشريحة الأكبر من المواطنين، ولا تؤثر على مصالحه ولا تضره في شيء. وبرنامج الإصلاح الاقتصادي يا فندم ما هوش وليد اللحظة، ما احنا من 2016 شغالين عليه بالزبط. ولكن الفكرة ان كل مرحلة زمنية لها متطلباتها بالزبط. ولها طريقة في إدارة هذا البرنامج، وان انا اتجاوب مع صندوق النقد الدولي اتجاوب بما يناسب مصلحتي، ده النهاردة عبر عنه بوضوح وبصراحة وبصراحة ما يمس قرارات السيادة دي خطوط حمراء للحكم المصري منذ العام 2013 ما شفناهاش في أي موضوع، فلن نراه حتى كمان في الموضوعات الاقتصادية. ما شفناش ولا يعني ظبطنا الدولة المصرية وهي تفرض في أي شكل من أشكال السيادة الوطنية على الإطلاق، حتى لو كانت تحت وطأة أزمة اقتصادية داخلية وعالمية، حتى لو كانت الأرقام بهذا الحجم وبهذا القدر من الضخامة، حتى لو إحنا محتاجين حجم استثمارات هائل وضخم وغيره كي ننفق على مشروعنا الوطني التنموي الكبير. فالنهاردة الرئيس قالها بوضوح وقالها بواقعية، وهي دي بالمناسبة اللي الدولة المصرية شغالة فيه مع الصندوق من 2016. والصندوق لما بيصدق القول وبيطلع تقارير شفافة ذات مصداقية حقيقية متوازنة بيتكلم على أن الدولة المصرية من الدول اللي ماشية في عملية الإصلاح الاقتصادي بشكل متوازن، بتستوعب أثاره السلبية، خطواتها محسوبة بجداول زمنية هي فقط الذي تمتلكها ولا أحد، وتحددها لا أحد يتدخل في هذا الأمر. والحقيقة واللي ثبت نجاحها واللي كان في وقت من الأوقات زي ما الرئيس قال النهاردة بهذا الوضوح إن بنعمل ده والمصريين بيتحملوا، والمصريين مطلوب إنه يتحملوا علشان 1 2 3 علشان نبني كذا علشان نعمل كذا، المسببات والحيثيات اللي الرئيس بيقول لا إحنا نبني بيوت ونبني مساكن ونبني مدارس ونبني مستشفى ونستحمل الغلاء لفترة وتعدي الموجة التضخمية أو موجة ارتفاع الأسعار ونعود، فإذا بينا نبقى حققنا منتج حقيقي واقف على الأرض وقادر يلبي طموحاتنا ويبقى على قد قدر الدولة المصرية ومكانة المصريين لدى مؤسسة الحكم اللي النهاردة بتتكلم بتقول هم عصب هذا الأمر اللي بيحدث في مصر كلها، وكل اللي بيحدث في مصر كله هو خدمة للمواطن المصري ورفع في جودة درجة جودة حياته وسكنه وتعليمه وحياته الكريمة وزراعته ومشروعاته الخدمية ونسب البطالة وتشغيل أبنائه وتكريم مسنينه، ويعني الدولة الفيجن بتاعها أوسع بكتير جدا جدا من مسألة إنها تبقى يعني واقفة قدام أسعار الصرف، لا هي عندها جداول زمنية حاسمة تتعاون مع الخارج بمنتهى الشفافية وبمنتهى المصداقية، وتتعامل مع الداخل بأن مصلحة المواطن المصري ومصلحة الوطن المصري هي الهدف الاستراتيجي الأول وما دونه هو خط أحد. وأحد الأمثلة يمكن يا سيادة العميد أنه النهاردة حتى قيلت أنه لما جت الدولة تفكر في بناء الجامعات فكرت في مشروعات للجامعات تكفينا حتى 2050، فيعني حتى فكرة أنه الحديث عن المستقبل وماذا نبني اليوم وماذا نفعل للغد هي
طيلة الوقت مطروحة بالفعل وموجودة. وده التخطيط الاستراتيجي الحقيقي طبعا. اللي ينجحك النهاردة طبعا. ان انت تبقي عارفة حضرتك ان انت بتشتغلي على خطة مصر 2030 وعندك 2050 في اهداف علشان يبقى خطوة البناء النهاردة انت بتحصدي اثارها وبتدي للأجيال القادمة والمستقبل أبنائنا إن هم شايفين كويس قوي إن الدولة بتبني لهم. أنا بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على وجودك معنا في حديث الأخبار في هذه الحلقة. سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا لحضرتك يا فندم. ولحظات مع حضراتكم وفقرتنا الأخيرة في حديث الأخبار، ابقوا معنا. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر أنا في نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد شايلة همومنا على كيرنا، بلدي بصحيح كتر كيرنا. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها شايلة همومنا على كيرنا، بلدي بصحيح كتر كيرنا. في قلوبنا سكنها واحنا في قلوبنا سكنها.
تسمعش الدعوات دي. يا عم القرار حاجه من دول الصيف وهيجيبك ربنا الكريم ويعطيك الصحه والامل للاخره. عايزين نكمل عايزين نكمل عايزين ايوه عايزين نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. النهارده او في فقرتنا دلوقتي الثانيه والاخيره في حلقتنا من حديث الاخبار هنتكلم شويه عن شق الحقيقه انساني، عن رسائل انسانيه النهارده كان ليها طرفين. طرف الاول كان جه من القياده السياسيه، وده ما كانش وليد النهارده، ده كان وليد سنوات الحقيقه من تخطيط ومجهود وبذل هذا المجهود من اجل المواطن المصري. فيمكن رد الفعل كان النهارده واضح جدا من المواطن المصري اللي استقبل القياده السياسيه بهذا القدر من الترحيب والتقدير والاحترام. عندما نتحدث او عندما كنا على مدار شهور طويله نتحدث حتى في وسائل الاعلام المختلفه وعلى السوشيال ميديا عن حياه كريمه وهذه المبادره الرئاسيه الهامه جدا، يمكن مش كتير من الناس لانهم مش مستفيدين بيها بشكل مباشر فمش قادر قوي كان يتخيل انه مدى الفرق اللي ممكن يحصل في حياه المواطن بسبب هذه المبادره الرئاسيه. النهارده كانت واحده من هذه اللقطات المهمه جدا هي فكره الاهالي اللي كانوا حريصين يقفوا ينتظروا الرئيس عشان يقولوا له شكرا يا ريس على حياه كريمه، شكرا انه في نقله حقيقيه حصلت في حياتنا، شكرا انه حسينا انه الدوله بصة لينا لولادنا لتعليمهم لصحتهم وصحتنا لمستقبل لبنية تحتية أصلا ما كانتش يمكن موجودة في كتير جدا من قرى الريف المصري. في الحقيقة موضوعات أخرى وجوانب أخرى كثيرة لها علاقة بهذه الحالة اللي كانت موجودة النهاردة هنتكلم فيها ونعرف ليه ممكن النهاردة المواطن يكون استقبل القيادة السياسية واستقبل الرئيس السيسي بهذا القدر من الترحيب والتقدير. هل هذا ما يترجم على أرض الواقع؟ هل المحبة دي بتيجي نتيجة أنه ده فعلا كان بيتعمل وده فعلا لما تحقق شعور به المواطن؟ هنتكلم في تفاصيل كتيرة جدا مع ضيفتنا الكريمة اللي منورانا الأستاذة فريدة الشوباشي، طبعا الكاتبة الصحفية. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا منة وأهلا بكل السادة المشاهدين، وكل سنة ومصر طيبة وحضرتك طيبة والشعب المصري العظيم طيب. حضرتك من أكتر ضيوفنا الكرام اللي من شهور طويلة بتتكلمي على حياة كريمة وعلى أهمية هذه المبادرة وعلى الرئاسية. إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى إنسانية الرئيس، لأنك أنت قلتي الكلمة النهاردة حلوة. النهاردة في حاجات كتيرة قوي ترجمت إحنا شفناها أو لقطات يا أستاذة فريدة يمكن بعض الناس تعدي عليهم ما يربطوهاش بأنه هذه المحبة وهذا التقدير بسبب مبادرات كثيرة من ضمنها حياة كريمة، لأنه هي المظلة الكبيرة طبعا اللي تحتها الصحة والتعليم والبنية التحتية وما إلى ذلك. شفتي النهاردة رسائل الحب والطمأنينة من المواطن إزاي للرئيس السيسي في الجولتين البحيرة والإسكندرية؟ بس تحديدا حبدأ بالبحيرة. تحديدا إيه؟ حبدأ بالبحيرة. بالبحيرة لأنها قرية ولأنه دي استفادت من حياة كريمة. أنا عايز أقولك على حاجة، هي الناس النهاردة بتعبر عن مشاعرها تجاه قائد حاسس بكل حاجة، بكل ما يحتاجه الإنسان المصري من اللي بيتولد لغاية اللي بيموت، يعني كله. اللي أنا عايز أقوله بقى، ليه الناس قابلت النهاردة الرئيس بالترحاب ده وبالحب ده وبالبهجة دي اللي كانت موجودة وكان هو ماشي وياهم؟ يعني كانه انت تبصي كده بقيت النهارده اقول لهم هو الرئيس فين؟ يعني مش يعني من وسط، هو وسط الناس لانه هو مصري وهو حاسس انه مواطن مصري، فالمصريين شايلينه في عينيهم. انت هتقولي لي انه يعني هم يعني ليه بيعملوه او ازاي بيعملوه كده او في ناس هتندهش؟ لا، امال هم عملوا ثوره ليه ضد اللي قبل كده؟ اللي كانوا عايزين يقمعوهم وكانوا عايزين يفتتوا بلدنا وكانوا عايزين يخربوا كل حاجة. الشعب المصري واعي وحريص جدا 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 قبل أي حاجة على مصر، ولما يجي رئيس حاطط مصر في عينيه، ولما يجي رئيس يقول لهم لكل الشعب المصري انتوا تؤمروني تكليف وأمر،
يعني انا على طول. والنهارده قال في الكلام انا ما بخافش من حاجه، لو كنت بخاف ما كناش بقينا هنا، وده صحيح. لانه هو في 30 يونيو هو حمل يعني راسه في على كفه. فاللي حصل ان الناس كانت بتعبر عن يعني انه تحقيق حلمها، مشاعر كانت بتحلم بتحلم. في حد ما يحلمش بحياه كريمه منا؟ مش ممكن. يعني كل واحد بيتمنى انه يبقى احسن يعني في كل ما بالك بقى من الناس اللي عانت كتير، او كانت عايشه في عشوائيات، وكانت عايشه في ضنك، وكانت عايشه في برضه في رعب. فده وفر لنا الامان. انا كنت بخاف اطلع من بيتي صراحه، بقولها بصراحه رغم ان انا مش خوافه قوي، بس كنت بخاف. عارفه انا دايما اخاف لحسن اصاب بحاجه فتعجزني، تخليني اعجز ان انا، بس الموت لا، لان الموت يعني ربنا يدي حضرتك الصحه يا رب، كلنا لها زي ما بيقولوا يعني. فانت النهارده تطلعي وانت حاسه بامان، تروحي في حاجه بتاخديها عارفه ان دي حاجه مصريه مفيش غش، بتقعدي مع قائد بيقولك على كل حاجة، ما بيقولكيش أنا أعمل لك المعجزات أنا هعمل كذا، لا، يقولك أنت عندك مسؤولية، أنت عندك مسؤولية، لأنه إحنا في ظروف عالمية العالم كله بيعاني منها، مش معقول إحنا هنطلع براها كده يعني. فلما يجي هو يكلمنا بصراحة ويقولنا أيوة الدولار النهاردة كان بثمانية جنيه، امبارح دلوقتي بقى بثلاثين، يعني بيتكلم كأنه واحد معانا يعني، وتحسي انه حاسس بالمعاناة المصرية. طب خليني اتكلم مع حضرتك بصراحة. ايوه واحد يا عمري اتكلم بصراحة. طبعا من ضمن الحاجات اللي كانت بتقال مثلا في السنتين ثلاثة اللي فاتوا زي نفس هي الفكرة او النغمة بتاعت طب مش ده كان اولى، طب مش كنا عملنا ده، كان برضو في تعليق على حياة كريمة انه وفكرة برضو المناطق الغير آمنة والعشوائيات والانتقال إلى مناطق وسكن أكثر أمنا وأكثر يعني كرامة وأكثر كرامة طبعا للمواطن المصري. فده كمان كان بيتقال. النهاردة هل حضرتك شفتي أنه لا ممكن يبقى جزء كبير من المواطنين اللي كانوا بيفكروا بهذه الطريقة يكونوا شافوا بعنيهم أنه هذه النقلة النوعية والحقيقية في حياة المواطن المصري تؤدي قطعا إلى استقرار واطمئنان وتقدير كمان يا أستاذة فريدة؟ ما هو ده انعكس يعني بما لا يقبل الشك ولا التشكيك في لقاء الرئيس النهاردة بالناس. شوفي قبلوه إزاي، يعني أنت شفتي بقالنا قد إيه ما فيش رئيس مشي كده، بقالنا قد إيه ما فيش، يعني كله كان بيننا وبينه فراسخ واميال يعني. فالرئيس ده يعني فعلا فعلا بتحسي بانسانيته بانه هو مش خايف، هو بيحبنا واحنا بنحبه، لانه لو كان واخد بقى يعني وضع ان هو الرئيس وان هو لازم يبقى اناء تامين وحاجات من دي وبتاع، كان بقى حواليه حرس وناس وكان بعد الجمهور عنه. بصي ده واقف معاهم يعني، واقف بيكلمه كانه ابنه أخوه أبوه يعني كده يعني. فهي دي بيحسها المصري، وبعدين بيحس برضو قد إيه إحنا يعني لما اتمسكنا ببلدنا قد إيه القيادة النهاردة بتعمل للجاي يعني للأجيال اللي جاية، للأجيال اللي هتيجي اللي منهم أطفال دلوقتي يعني بيطلعوا النهاردة حاسين بالكرامة، حاسين بإنه البلد دي بلدنا، ولما تبقى البلد بلدنا بنشتغل كويس يعني وبنبذل مجهود. بس اللي أنا عايز أقوله ودايما هكرره ودايما لازم كلنا نكرره، إن زي ما الرئيس قال النهاردة احنا كنا 80 مليون من أقل من 10 سنين ولا حاجة كده، بقينا 105، مش ممكن زائد 9 مليون ضيف. أيوة 9 مليون ضيف. نعم. بالضبط. نعم. لأن مصر دايما حضن لأي حد محتاج. صحيح. لكن هي المشكلة انه انا ما اقدرش كمان يعني اقول للرئيس انت توكلني وتوكل عيالي، طب انت بتجيب العيال ليه؟ هو انت المفروض تتكسف من نفسك. لا صحيح، انا احب ابقى لما اجيب حد ابقى انا قادره
يعني اعلمه وقادر اكسبه. والنهارده ودايما الرئيس بيشيل هذه النقطه يا استاذه فريده، انه احنا لو لم ننتبه لخطر ثم خطر ثم خطر الزياده السكانيه لن نشعر ابدا باي جهود تنميه او باي امر واقع بيحصل على الارض، اي جهود مش هنحس بيها. يا منى دلوقتي انا عندي زي ما دايما بقول، انا دلوقتي عندي قاعده في شقه مثلا اوضتين ها ثلاث اوض وعندي ثلاث عيال، وبعدين فاتت سنتين جبت ثلاثه تاني، وبعدين فاتت طب يروحوا فين؟ ما هو ده المكان اللي موجود. ما هي مصر يعني شوفي بعد كل الخراب اللي اتعمل في السبعينات وما بعدها على طول من منتصف السبعينات في الارض الزراعيه اللي اتاخدت عندك، النهارده رئيس بيحاول بكل قوته وبكل كفاءات المصريين اللي عندهم، طبعا المصريين عبقرة يعني في كتير منهم يعني طبعاً، انهم يقدروا يخلوا ارض زراعيه. النهارده كان بيتكلم على 2 مليون ونص فدان، لما يجي يضيف ده يبقى عندنا اكتفاء ذاتي على اساس احنا 105. طب لو بقينا 150 مستحيل. يعني دي انا والاشاره لهذه النقطه دايما طبعاً مهم، لازم كلنا نشير لها مهم طبعا، لان في ناس يعني بتفهمه كل حاجه غلط تقول لك لا ده ضد اراده ربنا. لا، ما هو ربنا ادانا عقل، ربنا ادانا عقل، وفي ايام ممكن فيها الـ يعني الامتناع عن العلاقة بين رجل وامرأة، ما بيجيش أطفال. حضرتك كمان لما اتكلمتي على موضوع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وده هيبقى يعني آخر طبعاً نقطة سريعة لأنه الوقت للأسف انتهى. كمان الرئيس النهاردة كان بيتكلم يا أستاذة فريدة على فكرة أنه من 40-50 سنة تقريبا كانت الأسرة المصرية في الريف المصري هي عبارة عن وحدة إنتاجية مصغرة طبعا. والرئيس كان بيقول حتى أنه ما كناش نسمع في الريف زمان عن حد ينزل يشتري زيت الاكل بتاعه، ولا يشتري الفراخ، ولا يشتري البيض، كله جوه بيته ومزرعته. انا اهلي فلاحين، كنت بروح هناك كل حاجه كانت موجوده فعلا. فدي حتى من الحاجات اللي اتغيرت بالزبط. فاحنا بنتكيف مع هذا الامر، فحتى بالحديث عن الزياده السكانيه دي كلها حاجات لازم نطور بالزبط ونتكيف معاها عشان نقدر نواكب التغيرات الكبيره ونفهم خطورتها. لانه زي ما بقول لك في ناس عايزه ان احنا بالعكس نبقى، لانه النهارده انت مثلا يعني عندك 3 مليون فدان بيتزرعوا وعندك 50 الف طن قمح انا طبعا ما. وبعدين على اللي انت الوضع اللي انت فيه بعد سنه بقيتي 55، طب ازاي؟ ما هو ده ما هو برضه لازم مش هتلاحق بقدر الزياده اللي لازم يبقى في تنظيم ولازم يبقى في شجاعة وأمانة في الخطاب اللي هو موجه للناس عشان يوعيهم بخطورة الانفجار السكاني. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي، شكرا لحضرتك يا فندم. يمكن النهاردة الناس كتيرة من اللي تابعوا يعني الالتزامات الرئاسية أو الأحداث اللي كانت موجودة النهاردة وجولة السيد الرئيس في البحيرة أولا، ثم جامعة برج العرب التكنولوجية في اسكندرية وحضوره لمؤتمر الوطني للشباب، في ناس كتيرة يمكن كانت بتحلل هذه الزيارات من منطلق السياسة والتحليل السياسي، وإنه والحديث عن كذا وسعر الصرف وحنعمل إيه والمشروعات وما إلى ذلك. لكن الحقيقة إنه بيبقى في كل اللقطات اللي اتفق الجميع عليها النهاردة هي تلك اللقطات الإنسانية التي لها علاقة مباشرة بالحديث المباشر والمكاشفة بين الرئيس السيسي وبين المواطنين، المردود والنتيجة الطبيعية لمشروعات بقالنا سنين الدولة بتقوم بيها، والنهاردة شفنا فرحة المواطن المصري بهذه المشروعات. حياة كريمة كنا طول الوقت بنقول وما زلنا بنقول وبإذن الله هنفضل نقول، هي ليست مجرد مبادرة، هي مظلة كبيرة تندرج تحتها مجموعة كبيرة جدا من الحتميات اللي كانت مفتقدة في حياة المواطن في الريف المصري. والنهاردة أكثر من 60 مليون مواطن مصري بتستهدفهم هذه المبادرة للانتقال بهم فعلا إلى حياة كريمة. شرفت أن أكون مع حضراتكم في هذه الحلقة من حديث الأخبار، أنا منى فاروق، وإن شاء الله غدا نلتقي في تمام 10 مساء على شاشة إكسترا نيوز. شكرا لكم لطيب المتابعة ودمتم في أمان الله.